السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله ده انترو لسلسلة دروس هتنزل كل يوم، هينزل كل يوم منها درس لمدة 4 أو 5 أيام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة أو بتوقيت مصر. الدروس دي بتتكلم على إزاي نقدر نصمم الفأس ده من أول المودلينج لحد فرد اليوفي علشان نقدر نرسم على التصميم لحد الهاند بينتينج، نبدأ نرسم بإيدينا على التصميم. وده كله، كل الأقسام دي موجودة داخل بلندر، مش هنستخدم أي برامج خارجية إن شاء الله. عايز اقول حاجه كمان، ان التصميم ده معمول للجيمز 768 فيسز 760 فيرتكس، فده المفروض ده حاجه لوبول يعني، انا كنت عامله للجيم بتاعتي. ادعوا لي ان انا اكمل في الجيم، لان اي ان شاء الله اي تطور هعمله هنزله عندي على القناه، واتمنى ان الجميع يستفاد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.